اليوم رح نحكي ضمن فقرتنا القانونية عن سندات الأمانة أو الكمبيالات أو الشيكات أو غيرها. هي وسائل ضمان عادة الناس بتاخذها ضمن معاملاتها اليومية التجارية أو غيرها من المعاملات، وطبعا هي تعتبر الوسيلة الأكثر شيوعا لحفظ الحقوق كما يعرف. لحتى نتعرف أكثر عن الفرق بين كل نوع من هاي الأنواع وما هي الأكثر ضماناً وكيفية اتخاذ هاي الإجراءات بشكل قانوني وبشكل سليم، كل هالمعلومات طبعاً راح تطلعنا عليها ضيفتنا الأستاذة رنا ديب المحامية. صباح الخير ويعطيك العافية. يعطيك ألف عافية. صباح النور سلمى وصباح الخير للمشاهدين. صباح الخير، اشتقنا لك أول شيء. صباح الخير يا نور. يعطيك ألف عافية. خلينا بالبداية نحكي أو نعرف سند الأمانة يعني القانوني. نحن سابقا مفهوم سند الأمانة انه حدا بيأمن حدا وبيوقعوا على سند، بس لا، يعني ضمن القانون او فينا نقول لا فعليا انشرعوا قانونيا في له تعريف اخر ومفاهيم اخرى، فخلينا نعرفه اكثر. هو الحقيقه نور نفس المبدا اللي انت حكيتيه، حتى قانونا سند الامانه هو عباره عن شيء يأتمن شخص اخر على شيء معين قابل للتداول او شيء مال، سواء مال او اي شيء. يعني هلا بالمفهوم العام انا عم بحكي اول شيء كامانه، يعني كايداع امانه. فانت بتامني حدا على شيء او على مال انه يرد لك اياه وقت انت تطلبي هذا الشيء، هو بيكون مؤتمن على هذا المال. الفكره القانونيه اللي بدي اقولها انه سند الامانه له طريقه قانونيه بتنظيمه حتى يكون صحيح شكلا، وله طريقه كمان لحفظ الحقوق فيما بعد اذا صار اشكاليات هلا نحكي فيهم. ولكن المبدا واحد، هو عباره عن سند يتضمن اسم الشخص اللي خلينا نقول المؤتمن، والمؤتمن اللي هو حط المال عند حدا ذاك بنسميه مؤتمن لديه، فبأمنه لحتى حين يطلب هذا المبلغ فهو يتوجب الرد. اللي بيصير إشكاليات أحيانا أنه نحن بيكون في عنا مبلغ من المال عم يتداولوا لعمل تجاري مثلا، هن في بيناتهم شغل، بيروحوا بيكتبوا على بعضهم سندات أمانة. هلا هون في مشكله، هنا بيفكروا هلا هو طبعا سند الامانه لانه نحن عندنا جرم اساءه الائتمان بغض النظر اذا كان مال او غير مال، هو جرم جزائي. يعني وقت الشخص بيسيء الامانه فبيكون امام جريمه اسمها جريمه اساءه الائتمان، وهذه الجريمه منصوص عليها في قانون العقوبات وهي عقوبتها جزائيه، يعني في عندك سجن في حبس. اما لما بنحكي عن تعاملات ماليه بين الاشخاص فنحن بنكون امام سندات مدنيه، يعني سند عادي انه في تعامل مالي، في مال انا حطيته ليصير في شغل واستخدام لهذا المال، فانا بكون امام سند مدني. شو يعني سند مدني؟ يعني لما بصير في عندي خلاف بين الشخصين بين الطرفين، محاكم المدنيه، المحاكم المدنيه هون مسؤوله، فنحن بنكون امام عقوبات الى علاقه بالمال، ما بيكون امام عقوبات سجن. الناس بترغب سند الامانه لانه اخطر، بتقول لك انا بحمي حالي، ولكن انا بقول انه لما بيكون الموضوع موضوع امانه فعلا فنحن امام سند امانه، لما بيكون امام تعاملات ماليه ومدنيه يعني فنحن امام سندات مدنيه. طيب هلا هون بما انه حكينا يعني فصلتي شوي الفرق بين سند الامانه والسند العادي، وكمان في الشيكات اللي بيتعاملوا فيها، بيقول لك انا بعطيكي شيك مثلا مستحق انه انت تصرفيه بهذا اليوم او كذا. طيب ليش الناس بترغب سند الامانه؟ بس لانه في عقوبه بالسجن ممكن تكون، ولا لانه في القانون مثلا هو خلينا نقول ضاعف، يعني ضعف بطريقة التحصيل أو حتى بطريقة شروطه؟ يعني أنا بعرف مثلا سند الأمانة بده شهود أو ما بده، سند العادي بده شهود أو ما بده، يعني في شروط في تفاصيل تانية لازم نحكي عنها لحتى نعرف الفرق، ليش هاد أقوى من هاد؟ تمام. أنا بفضل سلمى كلامك وتساؤلاتك كلها بمكانها، ودائما الناس بتجي بتسألنا نفس التساؤلات اللي حضرتك عم تسأليها. أنا بفضل لحتى الناس تفهم تماما ليش ممكن تلجأ لهون ما تلجأ لهون نحكي بشكل مفصل عن سند الأمانة. سند الأمانة اول شيء بس خليني كنت عم كفي تعريفه انه لحتى نحن نكون السند الامانه قوي قبل ما نقول امتى بنستخدمه. يعني اول شيء انا بفضل ننظمه عند محامي لحتى يكون صحيح شكلا، لانه الناس مثلا بجوز تكتب على كيفها تتخيل هي انه عم تكتب سند امانه صح. انه هي بتكون ما عم تكتب سند امانه، صحيح. سند الامانه له طريقه شكليه يعني صحيح. بالكتابه بيتضمن اسم المؤتمن، اسم المؤتمن لديه، قديش قيمه المبلغ. فانا بفضل ننظمه عند محامي. بفضل كمان يتنظم عند كاتب بالعدل. ليش؟ لانه بصير سند رسمي. لما ما بننظمه عند كاتب بالعدل بننظمه بين بعض
بيكون سند عادي، فالسند العادي بينطعن فيه بتزوير مثلا البصمه او بتزوير صوتية، اما مثلا السند اللي موثق عند كاتب بالعدل انا ما فيني اطعن فيه الا بتزويره كامل. يعني تعريف السند الامانه قانونيا لانه احنا بنعرف القانون لا يحمل مغفلين، فلما كمان هي لا عادة كرريه بس هي لا فعليا لانه في لا في ثغرات المحامي بيلعب عليها، يعني كلياتنا نحن بنعرف هي التفاصيل انه بيقول لك منه موثق هذا السند، ممكن يكون بفوت بعمليه بدل ما انا احصل على الامانه تبعي بفوت على عمليه طويله عريضه بين انه انا فعليا مصداقيه هذا السند ولا لا، يعني هي المرحله كلياتنا بنعرفها. تمام لذلك انا عم فصل بشكليات سند الامانه كيف بينكتب. بس بدي اعقب على جمله مشان ما تمرق جمله غلط، القانون مو لا يحمي المغفلين، هي العباره خطا، هي عباره شائعه، ولا القانون يحمي المغفلين لانه المغفل بالقانون تعريفه هو شخص مريض ناقص الاهليه. والله مو دائما، طولي بالك والله القصص والله يا نوارة طولي بالك. المغفل قانونا هو شخص لا يستطيع إدارة أمواله قانونا، يعني عنده إشكالية بطريقة تفكيره بطريقة إدارته لأمواله، ناقص أهلية، فالقانون بيحميه بيحط له حدا وصي عليه. هو قصد مغفل قد ما هو طيب النية. لا خلي يعني ولا طيب النية، خلينا نستخدم المصطلحات بمكانها. القانون لا يحمي المقصر بحق نفسه، القانون لا يحمي المهمل بحق نفسه، إن أنت ما بتطلع على القانون. نحن اليوم بهذا العصر بهذا الأيام عندنا نزاعات، خاصة نزاعات مالية شديدة جدا. صحيح. شو هو الشيء اللي بيحمينا كمواطنين من كل نزاع مالي من قانون؟ نعرف القانون. ما نكون مقصرين بالاطلاع على القانون. ما بدك تطلع بنفسك وتقرأ، مع أنه القانون متاح للجميع. جيب محامي، وكل محامي، لا توكل إذا ما بدك تدفع مال. بس اسأل أهلي، أنا بدي روح أعمل اليوم تعاملات مالية مع شخص، طب قبل ما بلش بس خليني روح أسأل أهل الاختصاص أنه أنا شو ساوي سند أمانة، شو هو صيغته لسند الأمانة، كيف بيتنظم سند الأمانة، شو شكلياته لسند الأمانة، شو الإشكاليات، شو بده ينطرني إذا صار في خلاف. بس اسأل هون القانون ما بيحميك. إذا أنت، أنا بقول القانون لا يحمي المقصرين، القانون يحمي المغفلين، لأنه المغفل مو هو اللي أنت بتعرفينه، إنه الشخص اللي ما طب خلينا نقول حلا للنزاع الغافلين. اللغة العربية في إلها كتير مفردات تانية. تماما، لا يحمي الغافلين، مهمل، غافل، اللي بدك يا، بس المغفل لأنه نحن في عنا مادة قانونية تحكي عن المغفل. لا لا أنا فهمت عليكي بس مش هيك. تمام، واضح للناس، يعني نحن أساسا وجودك لتفسري للناس أساسا للاطشاع بشكل موسع. واجبنا نحن نسأل عن أي تفسير لأي بيخطر على بال أي مشاهد أو أي، فنحن بنحاول قد ما فينا نبسط للناس هي المعلومة القانونية ليكون عندهم اطلاع بشكل واسع. تماما. إذا سند الأمانة أولا بده يكون هو سند منظم عند محامي، منظم عند كاتب بالعدل، محدد فيه المبلغ اللي أنا مؤتمن عليه، ويكون لأنه حين الطلب لحتى يكون اسمه سند أمانة، مع أنه لأ فيه تفصيلات لهذا الموضوع. هذا هيك نحن بنكون أمام سند أمانة. بحال صار في خلاف، بيكون في جرم إساءة ائتمان، بروح أنا على المحاكم الجزائية بحاكم الشخص اللي ما رد لي الأمانة لما أنا طلبته. هذا تعريف سند الأمانة. طيب نرجع لموضوع الشهود وتحريره، التحرير سند الأمانة والتفاصيل هي خلينا نحكي عنها. وإيمت بنقول يعني طريقة تحصيل كمان سند الأمانة، يعني الناس إنه خلص أنا معي سند أمانة، إيمت ما بدي بروح بقدمه، شو بيصير لما بقدمه؟ كمان هي خطوات لازم نعرف طريقة تحصيل سند الأمانة. تمام. هلا أنا لما بيكون عندي سند أمانة في عن وصار وقت اللي أنا طلبت فيه المبلغ أو الشيء المؤتمن وما ترجع، فصرت أمامه مثل ما قلتي بدي طريقة لحصل فيها سند الأمانة. أنا قدامي كذا طريقة. إما بلجأ للقضاء الجزائي، للمحاكم الجزائية، لأنه سند الأمانة مثل قلت لك إساءة الأمانة هو جرم جزائي. فإذا لجأت للمحاكم الجزائية بده يتوجب علي أنا أوجه إنذار كاتب بالعدل للشخص المؤتمن أو المودع، يعني الوديع اللي هو حط لي إياه وما رده، فأنا بوجه له إنذار. بهذا الإنذار بيتحدد له مدة لحتى يرجع لي إياها للأمانة. بحال مضت المدة وما رجعتها بحق لي وقتها أرفع دعوة أمام النيابة العامة أو أقدم استدعاء للنيابة العامة. ترفع دعوة بتقول المحكمة المختصة هي محكمة بداية الجزاء. هون أنا بكون أمام جرم جزائي، أنا أعطاني القانون هذا الحق. أول شيء بيعملوا حجز احتياطي على أمواله، بعدين لما بيثبت انه فعلا هو يعني مسيء للامانه فبيكون امام عقوبه حبس. تشددت العقوبه بالقوانين بالتعديلات الجديده، صار الحد الادنى لعقوبه اساءه الامانه 6 شهور حبس لثلاث سنين حد الاعلى، كانت قبل اقل. هي لما انا باخذ الطريق الجزائي. هلا في طريق ثاني اذا انا ما بدي اخذ الطريق الجزائي، طريق الجزائي بيلزمني بتوجيه انذار كاتب بالعدل للشخص الوديع اللي حط لي الامانه. اما الطريق المدني اللي هو انا بيكون المعني فيه هون دائره التنفيذ، انا رأسا بروح بقدم طلب لرئيس التنفيذ مشان احجز على امواله. بس ممكن هون يقول انه انا بهذا الطريق المدني انا ما بكون امام حبس، يعني بكون عم بروح على الطريق المدني. ممكن هو يجي يقول انا رديت الامانه لحتى اثبت انا العكس، او ممكن يقول انه
او لا يملك اموال احجز عليها، هون وقتها بصير في اجراءات، ممكن رئيس التنفيذ يرجع ياخذ قرار بانه يحول الموضوع للمحكمه الجزائيه، برجع انا بقى بصير امام يعني برجع للطريق الجزائي، وقت بياخذ رئيس التنفيذ قرار انه يحوله للمحكمه الجزائيه. في عندي طريق ثالث اللي هو اسمه المطالبه باسترداد المبلغ. احيانا نور بيكون مثلا انتهت الدعوه الجزائيه بالتقادم مدة رفع الدعوة، فأنا ما عندي إلا أنه طالب بالمبلغ، فأنا هون بيكون أمام هذا الطريق الثالث. إذن هنا ثلاث خيارات أمام الشخص اللي هو يملك لصالحه سند أمان. طيب حضرتك أستاذة، خلينا نحكي شو هي الأخطاء الشائعة اللي بيوقعوا فيها بشكل، يعني بما أنك تتواصلي مع الناس بشكل مستمر في حين تحديد سند الأمانة، يعني بعض الصغرات اللي ممكن الشخص يكون جاهل عنها أو ما بيعرفها ويخطئ فيها، ونحن بنعرف في بعض الأخطاء الشائعة ممكن يوقع فيها. هلا أول شغلة، أحيانا ما بينكتب بسند الأمانة إنه لحين الطلب، فممكن يتحول هيك لسند عادي مو سند أماني. فأنا وقت إجي بدي طالب فيه بصير نحن أمام دعوة مدنية، بيكون أقل خطورة، مجرد أنه بتحصلي منه المال أو ممكن ينحجز على أمواله، بس ما في سجن لأنه أنت حولتي من شكل لشكل آخر. ولو أنه لازم نوه أنا أنه أحيانا يعني دائما نحن إذا ما كتبنا هاي العبارة لازم نكتب عبارة لحين الطلب، يعني بسند الأمانة المتعارف عليه نور، المتعارف عليه أنه ينكتب بسند الأمانة أنا أودعت المبلغ الفلاني لحين الطلب، ولكن دائما لحين الطلب ما فيني أنا أعمل حد التاريخ وضل محافظة على صفته كسند أمانة بلا. بصراحة إذا بنرجع لمواد القانون هو بيصير في غلط عند العالم، يعني هلأ مثلا بتسألي بيقولك لا دائما لحين الطلب، لا معلش، خلينا نقول أنه في مادة بالقانون المدني بتقلها أنه أنت فيك تحدد تاريخ لسند الأمانة من غير ما تحوله لسند عادي. كيف؟ بيقول القانون المدني انه نحن لازم خليني اسميهم وديع ومودع. ومودع لما بيكون التاريخ محدد، هلا بيقول لك يجب على الوديع ان يرد او ان يطالب المودع بانه يستلم ماله الا اذا كان هناك بالسند اجل محدد لمصلحه المودع. فانا ما بحق لي، يعني اذا لما بحدد اجل لمصلحه المودع ما بحق له الوديع يجي له تاخذ اموالك باي وقت هو بده اياه. والعكس صحيح ايضا، المودع يحق له ان يطالب باسترداد المال اللي وضعه عند الوديع باي وقت بده اياه الا اذا كان هناك ضمن العقد اجل محدد لمصلحه الوديع، وهذا الشيء بيبين من تفاصيل العقد. اذا مو كل الحالات انا تحديد الاجل يقلب سند الامانه الى سند عادي، يعني مشان الناس ما تفهم غلط، ولكن الشائع والمتعارف عليه لانه تعريف الامانه بالقانون المدني هي شيء بتوضعيه عند حدا لحين ما انت تطلبي. صحيح. هذا ولكن في ثغرات لازم ننتبه لها، انه احيانا بيكون الاجل موضوع لصالح المودع او لصالح الوديع، هون بيصير في تفاصيل ثانيه ما بتحوله لسند عادي، وهذا الشيء اجى باجتهادات محكمه النقد. طيب قبل ما نختم استاذه رنا، سؤال سريع، بما انه حكينا عن اغلب التفاصيل اليوم، بما انه هو سند امانه يعني انا فيني اتمن اي شيء، هذا الشيء بينطبق على كل شيء مادي؟ يعني انا فيني احط مثلا سند امانه اقول انا بدي أمن هذا الشخص، شو الشيء اللي أنا فيني أحطه بسند الأمانة؟ يعني مصاري، بيوت، سيارات، مثلا بدي أترك عندك شيء بيخصني، شو هي التفصيلة؟ عادة هو المنقولات اللي بتنحط كوديعة، لأنه إجت تعريف الأمانة بالقانون هو عقد وديعة، يعني شيء منقول مقابل للتداول، أنا بقدر أحطه عند حدا يعني أخده من مكان لمكان وأقول له هذا حطيته عندك للأمانة، يعني شي بحوزته، شيء مادي مقابل للتداول، هذا الشيء اللي إجا بنص القانون. أكيد بالختام بدنا نشكرك الأستاذة رنا ديب على وجودك معنا، ودائما وجودك فيه معلومة مفيدة بنحب نطلع عليها عبر القانون. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.